بدأت شركة النفط اليمنية بمحافظة مأرب عملية ضخ الوقود وتموين أكثر من 60 محطة وقود بعد شهر من الصيانة لمنشأة صافر وما رافقها من احتجاجات جراء قرار الحكومة تعديل أسعار المشتقات النفطية. هذا وكان مصدر مسؤول في السلطة المحلية قد أوضح في وقت سابق أن جهود ومبادرات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء السلطان العرادة قد تكللت بالنجاح في تجاوز التحديات التي رافقت قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية. وذكر المصدر أنه تم عقد عدة لقاءات مع المشايخ والوجهاء وعدد من ممثلي المعترضين على الزيادة السعرية للبترول وخروج اللقاءات بالاتفاق على رفع التجمعات وتشكيل لجنة بخصوص ما أحدثته أعمال الشغب منذ يوم 17 من ديسمبر الفائت. توجيهات الأخ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة، وكذلك توجيهات الأخ المهندس علي محمد جلال مدير شركة النفط اليمنية ضرع مأرب. قمنا اليوم بتموين المحطات لأكثر من 64 محطة، والحمد لله الأمور تجري على ما يرام. ونريد أن نطمئن الأخوة المواطنين بأنه لا داعي للقلق، حيث وقد قمنا بضخ كثير من المواد والوضع التمويني مستقر. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم عبينا وعبوا جميع المواطنين بعد أن انقطع البترول لمدة شهر بسبب الصيانة، ونشكر السلطة المحلية على تعاونها وتوفير البترول بالسعر المناسب، ونشكر كذلك رجال الأمن في تعاونهم وتنظيم حركة الطابور في المحطات، وكذلك نشكر اللواء سلطان بن علي العرادة في حل الإشكال